قل الناصر ينصرنا، أما من خائف من النار فيجود عنا؟ قال فخرج إليه من الخيمة غلامان كأنهما قمران، وهما يقولان لبيك لبيك يا سيدنا، ها نحن بين يديك، آمرنا بأمرك صلوات الله عليه. فقال لهما الحسين: أخرجا وحاميا عن حرمي جدكما. ألم يزل يقاتل حتى قتل من القوم 150 رجل، ورجع إلى عمه وقال: العطش العطش، يا عم أدركني. فبكى الحسين فقال: يا ابن أخي قليلا فسوف تلقى جدك رسول الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهرة وأبيك الحسن فتشرب كأسا لا مناء بعده أبدا. ثم نزع خاتمه وأعطاه وقال: يا ابن أخي ضع هذا الخاتم في فمك. قال الخاتم عليه السلام: فلما وضعت الخاتم في فمي كأنه عين ماء فارتويت. وانقلب إلى الميدان، قال الراوي: فجعل القاسم عليه السلام يضرب فيهم يمينا وشمالا، فلم يزل يقاتل حتى قتل من القوم 100 مبارز، فكشف انكشفوا من بين يديه. استسلمت للموت؟ فقال: وكيف لا يستسلم من لا ناصر له ولا معين؟ ثم أنت الشاهد على هؤلاء القوم الذين الظالمين. ثم أنت عليه السلام يقول: يا ربي لا تتركني وحيدا وأنت بالمرصاد لا تحيدا. القوم بغيا أظهر يحودا وصيرونا بينهم عبيدا. يرضون في فعالهم يزيدا، أما أخي فقد مضى شهيدا في وسط قاع مفردا وحيدا، مجدلا في دمه فريدا. عظم الله أجري وأجوركم. ثم إنه عليه السلام نادى: يا أم كلثوم، يا سكينة، يا رقية، يا عاتقة، يا رملة، عليكن مني السلام. فقالت أم كلثوم: يا أخي استسلمت للموت؟ فقال: يا أختاه، وكيف لا يستسلم من لا ناصر له ولا معين؟ قالت: يا أخي ردنا إلى حرم جدنا. فقال: هيهات، لو ترك القصا لغفا ولا. فصرخت باكية، فصرخن كلهن في الخباء، ونادت سكينة: يا أبتا وغربتا، ومن يحمينا بعدك يا أبتا؟ من بقيتوننا يا أبتا؟ ومن يقينا صروف الحادثات؟ فبكى الحسين عليه السلام وضمها إلى صدره ومسح دموعها بكمه وقبلها.